وصل. فاكرين الزيت اللي انا وعدتكم ان انا طالباه وهجيبه وهعمل خلطاته قدامكم؟ اديني جبت اهو. خليكم معايا وتابعوني خطوه بخطوه، وانا هوريكم خلطه الزيوت اللي انا بعملها. انا بوعد وبوفي اهو، خليكم معايا. تعالوا نشوف انا جايبه ايه. اول حاجه يعني بعيدا عن الزيوت، هو الموضوع مش بتاعنا، كنت جايبه صابونتين، صابونه عندنا هنا كده بزيت الزيتون، وديت بالجليسترين والكركم. مش عايزه اقول لكم بيعملوا ايه في البشره، بجد تحفه جدا يعني. سيبكم منهم دلوقتي، هنتكلم عليهم بعدين. الزيوت بقى بتاعتنا، اول زيت عندي هو زيت الروزماري. ماشي، طبعا الزيت دوت طبيعي 100% زي ما انتم شايفين، انا بجيبه من حد واثقه فيه، وانتم اي حد واثقين فيه بيعمل زيوت بيور هاتوها واستخدموها. يبقى اول حاجه اكتبي يا ست الكل زيت روزميري. تاني زيت، زيت الثوم. زيت الثوم ها ده نخليه لوحده كده، نبقى نضيفه كده في اوقات معينه، يعني لو واحده متجوزه بلاش منه، او تحطه كده في اوقات الصبح يعني. وهنا زيت جوز هند، ده بقى بصوا مش عايزه اقول لكم استخداماته عامله ازاي، ده انا بستخدمه للبشره، وبستخدمه في خلطات الشعر، وبستخدمه بازيل بيه الميك اب، ده بشربه يا جماعه. وعندنا زيت ايه تاني؟ زيت الصبار، ودوت طبعا معروف لايه؟ لتساقط الشعر والكلام ده كله. وعندنا هنا زيت الجوجوبا، غني عن التعريف. وعندنا زيت السمسم، بس بصوا عايزه اقول لكم على حاجه، ده زيت سمسم مع زيت زيتون مع زيت كاموميل مع زيت لوز حلو وزيت جوجوبا ولانولين. بصوا قد ايه الزيوت ديت، طبعا ده مسؤول عن تطويل الشعر، فبرضه بناخد منه كميه وعليه فيتامين اي. ومعانا طبعا زيت الزيتون اللي معروف عندنا، ده برضو خلطة على بعضها عشان لونه، زيت لوز وزيت نخاع وزيت جرجير، ده بيقوي وبيكثف الشعر وبيمنع التساقط وبيساعد على نموه وبيغذي فروة الشعر. وعندنا ده زيت الجرجير، وبرضو بيتخفف بلانولين وخروع وزيتون وزعتر وحصى لبان ولوز حلو وحبه البركه وجوز هند. مش لازم تجيب الخلطات دي، انا كلها بقول لك اسماء الزيوت المفيده للشعر، بس انا لما بلاقي خلطه فيها كذا حاجه كده بصراحه بجيبها، بس النسبه الاكبر هنا كده جرجير، بس بيبقى بتخفف بحاجه ثانيه. والزيت اللي بعده غني عن التعريف، زيت الخروع. طبعا زيت الخروع ده مش عايزه اقول لكم بيعمل ايه، هو معروف طبعا بيتقل الشعر وبيساعد بيحفز على نموه. وده طبعا زيت ارجان، عايزه اقول لكم زيت الارجان وزيت الجوجوبا من الزيوت الحلوه قوي للشعر المسبوخ، هو زيت الزيتون، وينفع ان انا استخدمه كدهان عادي. وعندنا زيت لوز حلو، زيت لوز حلو يا جماعه برده حلو قوي للشعر، بينعم الشعر جدا، وفي حاجات من ديت تنفع للبشره. ودوت من كيش كينج كنت جايباه، ده زيت بصل، زيت بصل، ثوم وبصل. بصوا الخلطه ايه عندنا ايه تاني، استنوا ايوه بصوا بقى، دي من الزيوت اللي احنا بنحط منها حاجات بسيطه وبتبقى كمان عطريه، ده زيت النعناع، بيحفز البصيله بتاعه الشعر ان هي تنمو، ودوت اسمه حشيشه الليمون، ده برده حلو قوي، عايزه اقول لكم ريحته بتبقى حلوه قوي، وبرده بيدي لمعان مش طبيعي للشعر. دي مجموعه الزيوت اللي انا بستخدمها. تعالوا بقى نشوف ايه الخلطه اللي انا بعملها. طبعا ده زيت جوز هند كنت انا جايباه قبل كده، ده اسمه باراشوت، اللي يلاقيه برده يجيبه، وبس انا بصراحه اتعاملت مع حد تاني ده سعره ارخص فكان بديل ليه كويس. ودوت شريط فيتامين ه او فيتامين اي، الاثنين واحد دوت، انا بجيبه بفتحه، ده بيبقى من جوه كده زي حبايه جيلاتينيه، انا بفتحها بالمقص وبيبقى جواها حاجه شبه الزيت، وبيبقى ملمسه شويه شبه زيت الخروع، بجيبه وبكسره على الخلطه دي. وعندي هنا قرنفل انا بحطه جوه الزيت بتاعي ديت، بقى بعد ما الزيت خلص انا مش برميها، شايفين ده كده، انا بجيبه وبعمل شعري بيه من هنا، يعني هي بصوا فاضيه، حتى انتوا مش عارفه الكاميرا بقى ممكن ما تعرفش تجيب من جوه، في اعشاب على فكره، كان في زيت اسمه مها بها رينج كنت جايباه قبل كده، كان خلطه اعشاب، فاخدت الاعشاب بتاعته وحطيتها وسط الخلطه، دول الحبه الصغيرين اللي فاضلين، فاحنا هنسيبها. اي حاجه بقى عند حضرتك تنفع للزيوت دي استخدميها، ما عندكيش ديه بصوا دي انا كنت بستخدم صبغه قبل كده لوريال، وديت بتبقى موجوده معاها ما رميتهاش، وبرده بيبقى فيها زي ديت، فهي دي اهي بتتفتح كده من هنا، وبرده بتمشي بيها على جذور الشعر، يعني حاولي تسهليها على نفسك. تعالوا بقى نعمل الخلطه مع بعض واوريكم ايه الحاجات اللي انا بعملها. بصوا بقى يلا بينا، اهي اي ازازه عندك يا ست الكل، اي ازازه عندك هنطلع ده كده بره، واي قمعه علشان نمنع بس انه الدنيا تتبهوأ مننا، اوكي؟ يبقى اي ازازه عندك وقمعه.
بنجيبهم وبنحطهم كده. يلا بينا. اول حاجه انا بحطها عندي هنا، بحط مثلا زيت بصل. الخلطه دي يا جماعه بتقعد ساعتين 3 ساعات بالكتير، وبنغسلها ما بنزودش عن كده، اتفقنا؟ الزيت جه على البصل. اول حاجه بنحط زيت بصل، مش بنكتر لان زيت البصل من الزيوت اللي حاميه شويه، فما نكترش قوي فيه يعني. تاني زيت عندنا هنحط زيت الثوم. خلينا نبدا بالايه، بالطشه الاول يعني. ثوم. يا سلام بقى لو عندك فصوص ثوم، بس انا عشان فرمه الثوم طبعا فالثوم عندي مفروم، لكن لو انت عندك فصوص ثوم حطيها في الخلطه دي برده هتلاقوها تحفه يعني. اهو برده نفس كميه البصل، ما تكتروش منه يا جماعه عشان ريحته بتبقى قويه جدا، وده برده من الزيوت الفعاله قوي. بصوا انا عايزه اوريكم حاجه عشان ايه تبقوا عارفين، ده زيت الثوم اللي انا بجيبه. بصوا هو فيه ثوم اصلا، فصوص ثوم. عايزين تاخدوا هنا تحطوها هنا براحتكم بقى، عيشوا يعني. وبعدين زيت الجرجير، بجد انتوا لو عملتوا عايزه اقول لكم الخلطه ديت، انا مش عايزه اقول لكم شعركم هيبقى عامل ازاي، هيبقى بيلمع ازاي، وهيمنع التساقط. وفي فصل الصيف بالذات الهيشان، بصوا انا شعري ما بيهش بسبب الزيوت ديت، بجد تحفه يعني. انا خلصت من عندي لسه عامله بيها اخر حاجه، بس فعلا تاثيرها لسه موجود في شعري، فانا في الصيف مدمنها لان هي بتلمع شعري، بتحفز نموه جدا، بتمنع التساقط بتاعه، بتملى الفراغات بتاع، بصوا حاجات كتيره قوي يعني. ده عندي زيت الخروع اهو، زيت الخروع قلنا من الزيوت التقيلة فمش هنكتر منها. هتقولي لي طيب وبقيه الزيوت بقى هنعمل بيها ايه؟ بستخدمها، بس بستخدمها في حاجات تانية يعني. ممكن زيت الخروع دوت احطه مثلا على حواجبي بمسكرة كده بتحفز نموها، وممكن استخدمه زي المسكرة كده قبل ما انام، برضو ده بيتقل الرموش. تمام، خلينا كده ايه ماشيين. يبقى ده كده اول زيت ممكن استخدمه بعد كده لوحده في كذا حاجة. عندنا بعد كده زيت الروزميري. زيت الروزميري من الزيوت النقية. بصوا يا جماعة عشان الزيوت طبيعية، بصوا محطين فيها الأعشاب بتاعته ازاي، شايفين منظر بصراحة زيوت بيور بيور يعني. زيت الروزميري من الزيوت اللي احنا مش بنستخدمها بشكل مباشر، لازم يتخفف لان ده بيبقى حامي قوي على الشعر، فاحنا اهو بنحطه بالأعشاب بتاعته. بصوا هي نازلة بس برضو كنسبة وتناسب انا مش بكتر منه الكمية قوي زي ما انتوا شايفين كده. تمام، وعندنا زيوت ايه تاني هنجيب ده كده هنا. وعندنا طبعا ده زيت صبار. زيت الصبار معروف ان هو بيعمل ايه، بيمنع تساقط الشعر وبيمنع التكثف بتاع الشعر. اهو برضو احط كمية نفس الكميات اللي انا بحطها، الحاجات اللي بحطها بحساب اللي هي الحاجات التقيلة واللي بتبقى حامية على الشعر. ده زيت زيتون مع زيت لوز وزيت نخاع وزيت جرجير، كل ده مع بعضه برضو هحط منه، مش لازم بقى هنا اهو برضو. ده عشان زيت زيتون بقى، لا نحط يعني زيت الزيتون اصلا من الزيوت الخفيفه اللي بتدي لمعه للشعر حلوه قوي. لو حضرتك صبغه، هو وزيت الارجان من الزيوت الحلوه قوي للصبغه وللبروتين والحاجات ديت، وبيطري الشعر جدا وبيثبت الصبغه في شعرك. بصوا ده بقى انا كترت منه اهو، شايفين حطيت قد ايه. برضو ده ممكن ان انا بصوا ده عشان متخفف بكذا حاجه اقدر استخدمه بعد كده لوحده كدهان لانه خفيف. الزيوت الخفيفه اللي هي اللايت ديت اللي هي مش تقيله ينفع ان انا استخدمها بعد كده كدهان. الزيت اللي تلاقوه تقيل او حامي، في زيوت ينفع احطها على فروه راسي واقعد بيها عادي، وفي زيوت لازم اغسلها على طول، فنخلي بالنا كويس قوي من الحته دي عشان في ناس بتجيبه وبتستخدمه كدهان عادي. ده زيت جوز هند. زيت جوز هند من الزيوت اللي انا بستخدمه برضو كدهان، وبستخدمه لبشرتي اكتر ما بستخدمه لشعري. اعرف منين زيت الجوز الهند الاصلي؟ عشان بيبقى فيه مضروب كتير. بصوا انا اول ما فتحته حرفيا انا شم ريحه بسبوسه، عارفين ريحه جوز الهند طالعه منه جامد جدا، وبيبقى متجمد. هتقولي لي ما هو سايح، هقول لكم احنا في الحر، بصوا انا سايحه اصلا، فاحنا عشان في الصيف هو كده، ده اول ما يجي عليه الشتاء بيجمد على طول معايا، فبرضو ده من الزيوت اللي انا هحط منها كميه كبيره زي ما انتوا شايفين كده. تمام، الباقي دوت زي ما بقول لكم كده بمسح بيه مكياج، بحطه في وسط ماسكات لوشي، خلطات جايه لكم انا بقى في فيديوهات جايه كتير هوريكم بقى بقيه الزيوت دي احنا هنعمل بيها ايه.
من الزيوت اللي بتبقى حامية قوي برضو على الشعر بنحطها، بتبقى مفيدة وبتساعد على نموه وبيبقى فيها فيتامين اي، هو زيت السمسم. بس برضو زيت السمسم من الزيوت التقيلة اللي مش بندهنها على طول، بتتحط وسط الخلطة وبتتحط بنسبة قليلة جدا. هاخد منهم برضو بصوا مش كتير، عشان زيت السمسم زي ما بقول لكم كده من الزيوت اللي ممكن تضر بالشعر لو انا كترتها، يعني ما بيتحطش بنسبة كبيرة لانه حامي قوي على فروة الشعر وما بيستخدمش بشكل لوحده كدهان ويقعد. زيت اللوز الحلو برضو من الزيوت الحلوة قوي، وبصراحة انا ساعات بستخدمه عنه تقيل شوية بس انا بستخدمه برضو كدهان. وفاضل عندنا زيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا ده بقى برضو جماعة من الزيوت، بصوا الازازة عندي اتملت يعني اهو، ممكن نكتر منه برضو بنفس الكمية بتاعة الحاجات التانية. ده زيت ارجان اصلي، بصوا العبوة قد ايه، بس دوت ايه بيور قوي يعني اهو، بحط برضو منه النص. وبرضو زيت الارجان من الزيوت يا جماعة اللي انا ممكن ادهن بيها شعري لوحده. حط كده زيت النعناع برضو، ده بيتحط بحساب لان ده من الزيوت الحامية قوي على فروة الراس، فما ينفعش ان احنا نكتر منه. تمام، اديني اهو حطيته. حشيشة الليمون ده بيلمع بشكل انتوا مش متخيلينه، وريحته عارفين البصل والثوم والحاجات اللي احنا حطيناها ريحتها بتبقى شوية مش محبذة او مش محبوبة، حشيشة الليمون ديت بقى بتخلي الحاجات دي ريحتها حلو، معناها برضو بنغسلها عشان نبقوا ايه عارفين يعني. بصوا مش بحط كتير زي التاني بالظبط كده، بحط نسبة قليلة جدا منه عشان ده حامي، ونخلي بالنا محدش يجيبه ولا عشان ألمع شعري احطه لوحده، لا ده انا بجيبه عشان احطه وسط الخلطة دي كلها. كده انا حطيت الزيوت بتاعتي كلها، فاضل اعمل ايه؟ شايفين دي كده عيدان قرنفل عندي انا جايباه بحطها وسطهم عشان ما لقيتش كمان زيت قرنفل، فده كده انا بعمل زيت قرنفل اهي. تمام، بصوا بقى ده شريط فيتامين انا جايباه، فيتامين اي او فيتامين ه، طبعا ده معروف مفيد قوي للبشره وللشعر، طبعا يفضل ان هو يعني ان انا اخده عن طريق الفم يعني. بس انا بعمل ايه؟ بجيب الشريط دوت باخد منه على الخلطه 2 أو 3 بكسرهم في الخلطه ديت، وباقي الشريط باخد كل يوم حبه، يبقى انا كده غذيت من جوه وغذيت من بره، طبعا ده بجانب التغذيه اللي انا بتغذيها يعني. بصوا بقى تقولي ده برشامه هنحطه ازاي؟ بصوا اهي دي كده برشامه انا بفتحها من هنا كده بمقص، بصوا اهي شايفين الزيت اللي نازل منها، هو كانه زيت يا جماعه اهي شايفينه، بكسره وسط الزيوت بتاعتي اهو، برضو عارفين ملمسه شويه تقيل زي زيت الخروع كده، فطبعا في ناس تاخده وتحطه على البشره بشكل على طول، طبعا ده غلط جدا لانه بيبقى تقيل وممكن يسد لنا المسام والكلام ده كله، لكن انا بستخدم الكبسولات ديت في الماسكات بتاعتي، وبستخدمها في ماسكات الوش وبستخدمها في ماسكات الشعر، بس زي ما بقول لكم انا بستخدمها في وسط الخلطات، محدش ياخد الزيت ويدهنهولي كده لان دوت مش هيبقى صح، والافضل طبعا زي ما بقول لكم ان هو يتاخد عن طريق الفم، بس ما يمنعش ان احنا ايه نحط منه على الخلطه بتاعتي. انا مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي يعني، انا هخلص اصلا معاكم وهعمل الخلطه ديت، شعري محتاج يتغسل فهعملها واقعد بيها الساعتين وبعدين اهو بس. تمام، ادي الخلطه بتاعتي. طبعا بقى الخلطه ديت مش عايزه اقول لكم بتقعد عندي قد ايه يعني، اهي الخلطه ديت انا بسيبها بقفلها كويس قوي كده، وبعمل ايه بقى؟ بفضل ارجها كده. ويستحسن شايفين الخلطة عاملة ازاي بقى؟ يستحسن ان الخلطة ديت اول ما اعملها كده هوت اجيب عليها مثلا استشوار او حاجة بسيطة كده ايه دافية ان هي تدمج لي، لو انا في الشتاء هحتاج ان انا ادفيها عشان ادمج، لان جوز الهند بيبقى متجمد شوية، في زيوت عندي بتحسوا ان هي متكتلة كده من الشتاء، بس احنا بسم الله ما شاء الله يعني الجو جميل والجو حر، فبصوا الزيوت كلها هي اصلا مش محتاجة. هفضل ارج بقى فيها كده، عايزة اقول لكم القرنفل مع الزيوت بدأ يطلع كده لون غريب يعني، اهي بصوا لون الزيوت عامل ازاي، بفضل ارج فيها، المفروض ان انا بغطيها بحاجه غامقه وبعدين بحطها يعني مثلا احطها لمده 48 ساعه في مكان وهي ملفوفه في الضلمه عشان تاخد ايه تعمل الميكس بتاعها. وبعد كده بقى بعمل ايه؟ زي ما قلت لكم بجيب اي ازازه عندي يكون فيها الاوبشن ده كده اهو، هاخد بقى انا بصوا هحطه قدامكم عشان محدش يقول لي ايه، اهو هناخد بقى من الزيت ده ونحطه هنا، هو القمع بيقع فانا ايه بتعامل يعني،
تمام. هوريكم الطريقة اللي انا بعمل بيها. بقفل انتي كده من هنا. كده حمام الزيت بتاعي جاهز. ببدأ بقى ان انا بصوا اهي انا عايزة اوريكم على ايدي مش مشكلة. اسويني عشان كده. اهي بصوا شايفين بتطلع ازاي. ففي التوزيع عايزة اقول لكم بتبقى سهلة. بتبقى سهلة جدا يعني اهو. بعدين بقى ببدأ افك شعري. وببدأ ان انا اوزع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده على فروة راسي. الحتة دي بتبقى حادة شوية. هي بتبقى معمولة كده بشكل معين. فوانا بمشي كده انا بعمل ايه؟ بحفز البصيلة عندي وفروة راسي ان هي تتشرب الزيت وبجري الدورة الدموية. كأني بعمل مساج طبيعي. وفي نفس الوقت انا بعمل كنترول على حجم الزيت اللي طالع اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بفضل بقى بفك شعري وببدأ اعمل كده. وبعد ما بخلص ما يمنعش ان انا امسك فروة راسي وافضل ان انا ادلك ادلك كده في فروة راسي. وسيبيه ساعتين ثلاثة وبعدين اغسليه كويس قوي 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 قوي. بعد ما تغسليه وتعمليه حمام الكريم بتاعك وتطلعي زي ما قلت لكم الخلطة دي ما بتهنش منها تاني لان دي تقيلة جدا وما ينفعش ان انا اسيبها على شعري. بستخدم للدهان زيت جوجوبا. ممكن استخدم زيت ارجان. ممكن استخدم زيت زيتون. ولو انا شعري دهني قوي بستكفى جدا باي سيرم موجود عندي يكون خفيف ولايت على الشعر. وعايزه اقول لكم اعملوا الخلطه دي بجد هتدعوا لي. انا كنت متشوقه قوي ان الخلطه دي تيجي والزيوت دي تيجي عشان خاطر اعملها لكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وانا في انتظار اي تساؤل عندكم. وبجد هاتوا الزيوت ديت من اي حد انتوا بتثقوا فيه واعملوها وبجد هتدعوا لي. باي باي.